بس عندي وين يا سعد السيارة. الآلية التي تتم من خلالها الذبح في المجزرة العصرية يتم خلال فحص قبل الذبح، حيث يوجد أطباء بيطريين موجودين في الباب، يعني قبل دخول الحيوان يتم من خلالها فحص الحيوان خارجيا وفحص العيون والغدد اللمفاوية والأطراف بطريقة جيدة من قبل الأطباء الموجودين. كذلك بعدها يتم دخول الحيوان إلى صالات الذبح، يتم من خلال ذلك فحص الأحشاء الداخلية وفحص الغدد اللمفاوية عن طريق الأطباء الموجودين في المجزرة العصرية. خلال ذلك يتم التدقيق على كل شيء. بعدها إذا وجدت حالة مشتبه بها ويتم التأكيد عليها تحرق، حيث توجد محرقة في المجزرة، يتم من خلال حرق أي حيوانة يتم الشك فيها أو أنها يشك بأنها مصابة بمرض، يحظر نقله إلى محلات الجزارة. البلدية تعمل في المجزرة عن طريق التنظيف بأنواع المعقمات وبطريقة ممتازة جدا. العمال موجودين يعملون على أتم وجه، والأطباء والعمل ماشي على أتم وجه. هذا شنو الوصل؟ وصل مال بيطر، هذا مال فحص. شلون هذا؟ مال اللحم. مال اللحم. سعر مال 1000 دينار. العجل مال الجاموس مال اي شيء. والبابيه 5000. شلون هنا الوضع هنا بالمقصب يعني؟ نظافه شلونها؟ نظافه شويه رادها بعد. يراد لها بعد نظافه. اكو تحفير، اكو لجان جاي تجي تتابع ودكاتره. قبل يومين اجت. والطريق ماله بعيد 3 ساعات، هو جاي من الجسر، ذاك الجسر مال الزبير. مال الزبير اجنا جايبنا، بس كله 3 ساعات، تعبني. يعني جاي تعانون من هذا؟ اي والله نعاني من عده. شو تطالبون مثلا؟ والله يبلطون الشارع. وبعد؟ وما ادري، بس يبلطون الشارع ونظافه المقصب.